بدان في مؤتمر وفي منتدى بهذا الشكل وفي تنوع موجود سواء سمار داخلي او سمار اجنبي، هيكون في رؤيه معينه من فكر موجود، وده من وجه نظر المستثمر الاجنبي او المحلي هيكون في اطروحات كثيره جدا، واعتقد هيتاخد بهذا المؤتمر توصيات هيتم معالجه بعض المشاكل التي يعاني منها المستثمرين والاقتصاديين في مصر. هذا المؤتمر اصبح ظاهرة كل الاقتصاديين وكل الشركات وكل المعنيين بالشأن الاقتصادي بينتظروا من عام لآخر. اللي يؤكد هذا الكلام ويؤكد أهميته أن متابعة التوصيات في الثلاث دورات اللي فاتت اللي يتابعها ويشوفها يجد أن نسبة كبيرة جدا منها تحقق على أرض الواقع. هذا المؤتمر بيبحث مستقبل مصر في 2030 والرؤية الجديدة في ضوء المتغيرات اللي طرأت على المنطقة العربية اللي بالتأكيد أثرت على كل الدول العربية. احنا بنحيي طبعا على المؤتمر القائمين عليه الحقيقة، والسنة الرابعة احنا بنشارك وكل أجهزة الدولة بشكل كبير، إذا كان تنفيذية وأيضا رجال أعمال ومهتمين بمحاور المؤتمر بالكامل. وأعتقد أن ده بيخرج بتوصيات بتعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء شخصيا، فأعتقد أن ده نقطة مهمة جدا. وحضرتك أشرت إلى قانون الاستثمار وصدر بعد فترة كبيرة الحقيقة، ثم صدرت أيضا اللائحة التنفيذية بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر اللي هو بنسعى جميعا في هذا الاتجاه.